جماعه الوسط مشطوبين كامل، اللي راني منسق معاهم هاتفيا واللي راني نتكلم معاهم عبر الهاتف، رانا مع هذا المؤتمر وش خرج بالمؤتمر رانا معاهم. هذه واحده. اثنين، فيما يخص انا ما نقدرش نكون حاضر باسكو الظروف العائليه ما تسمحليش باش نكون حاضر، ولكن نطلب من الناس الوسط اللي راهم قادرين يحضروا بهذا المؤتمر، جزاكم الله خير، روحوا ووقفوا، يعني مثلونا احنا تاع الوسط، جزاكم الله خير. ثاني حاجه، جميع اللي يحتاج رقم تاع الطيب تاع ورقلة، اللي يحتاج تاع طارق الداوي ولا يحتاج تاع ياسين مهداوي، يا خويا يتواصل معايا راني نعطيهولو ويروح معزز مكرم كالي شارب بيت. هذا اللي نضمنها لك، كالي شارب بيت وقادر يخلصوا لك حتى ترونسبور تعاود تولي. هذه مضمونه على كلامي وش راح نقول. كاين حاجه نطلب من ياسين مهداوي، طارق الداوي، فوضي الحنيش والطيب تاع ورقله، ديروا مناشير جميع واحد من اللي راه جاي للمؤتمر، ما تحطوش الارقام الهاتفيه تاعكم. يا خويا يكتب لك في التعليق يقول لك راني جاي، ابعث له الرقم في الخاص وتكلم معاه. نسقوا هكذا خويا، هذا هو الشيء اللي راني رايح نديرو مع ان شاء الله يكون مع المجموعه تاع الجنوب، الجماعه اللي راهي رايحه من الغرب ولا من الشرق ولا من الوسط، راهم رايحين للجنوب، تروح معزز مكرم يعني. ونشكر السلطات الامنيه اللي راهي على درايه وعلى علم بالمؤتمر الوطني الذي سوف ينعقد يوم السبت ان شاء الله هذا القادم، يعني غدوه الجمعه ومن بعد السبت، يعني يكون بحضور السلطات الامنيه، يكون من 9 تاع الصباح حتى عندهم وقت محدد ويخلص. المهم يكون على علم بالسلطات، درايه مع السلطات الامنيه، يعني راهم على علم. خوتنا المفصولين، قضيتك اذا كنت مامن بها نفسيا، انت يا راك ديرها في راسك، ما تربطش قضيتك بالاشخاص، ما تربطهاش بعيسى شامخ، ما تربطهاش بجانيتو، ما تربطهاش ببولال، وما تربطهاش بحجيله، وما تربطهاش بكمال بوزيدي، لا لا، بفضل الرجال القضيه تبقى تمشي هكذا. اما فيما يخص الناس اللي راني كيما نقولوا اللي داير فيهم ثقه، انا كيما نقولوا نتكلم على البومبا، شكون هو البومبا؟ على جمال بوليل. يا خويا ما يكونش حاضر في الاجتماع، اي مخرجات تكونوا خارجين تلقاه من السباقين، قالكم بفضلكم انتوما تسويت، قالكم من السباقين نكون واقف معاكم، قالكم ندعمكم قلبا وقالبا. حجيله كامل بوزيتي، هذو قالكم انا نكون واقف، يعني ما هوش اللي باش يدعم الدعم للناس اللي طاحت وناضت. هكذا خوتي. اما فيما يخص عيسى شامخ، عيسى شامخ شوف، ملي دخلت نتايا لهذه القضيه هذه، نتايا قبل ما تقول نتايا تعرف القضيه تاعك هذه اللي راك تجري عليها ومازال ما فريتهاش، شوف على الواله، يعني الناس بنات وانت هدمتها. يعني انت يا عيسى شامخ القضيه ماهيش تاك، مشطوب طالب حقك، طالب بصح ما تلعبش على مشاعر الناس، ما تلعبش مشاعر الناس. على اساس انت شكون؟ انت شكون؟ انت حكايتك كاع مشطوب كيفي كيفك، انا وليت 9 اشهر وانت وليت 9 اشهر، ها انت خدمت في ايام العشريه، انا خدمت في ايام العشريه، انا ضحيه من ضحايا ارهاب، انت يا مشطوب وانا مشطوب، انت شكون؟ ها هذ الناس ما عندكش علاقه بهم. هذ الناس اللي دارت مؤتمر داروا لك وجه عارضوك، انت يا راح تكسرت، وانا على علم باللي راك رايح تكسرو، بصح ما يتكسرش المجتمع الاجتماع الوطني باذن الله بفضل الرجال، ما يتكسرش يا عيسى شامخ.
يا عيسى شامخ تلها غير مع العائله تاعك، تحكم غير في العائله تاعك بزاف. راك تسمع في هذا الميساج، هذ الناس اللي من مفجرين القضيه. شوف انت يا عيسى شامخ دير اللايف لجماعتك اللي تبعوا اللايف، شوف دير اللايف، سقم اللايف، هذوك المشاهده اللي راه يجي لعندك انت واللي راهم يجوا كيف كيف، يعني انت واللي راه يتبع فيك كيف كيف، بصح انا والمجموعه اللي راهي رايحه للجنوب ماشي كيف كيف، انت يا مع ناس الجنوب والناس اللي راهي مدعمه هذه القضيه ماشي كيف كيف، هكذا انت خاطيك وخاطينا. حنا عندنا القضيه مأمنين بحقنا وقدمنا لهذا الوطن، وانت يا ابقى مع المجموعه هذيك اللي راك دير لهم في اللايف ويبقاو يتفرجوا فيك، انت واللي يتفرج فيك كيف كيف، قتلها غير بالعائله تاعك، برك تحكم غير في دارك بزاف عليك، هكذا خاوتي. المهم هذه رساله لعيسى شامخ، راني كملت معك، انا طربتني قضيتي وراني نتكلم في وطني، ومن حقي انا ما اديتش حقي نتكلم ونخرج. ويا خويا الراي استبون وما ادراك، يا خويا قال لك باللي اللي يجي يطالب حقه، انا مانيش ارهابي، انا مانيش ارهابي، بالعكس انا وقفت مع وطني، انا الدم سال على جال هذا الوطن، من بينهم كان الاب تاعي ضحيه على جال هذا الوطن. ها اما لا اليوم احنا ناس الوسط، مني انا وروح رانا مدعمين المؤتمر الوطني الذي سوف ينعقد في ولايه ورقلة، ونشكر جميع جزير الشكر السلطات الامنيه اللي راهم مساندين خاوتنا فيما يخص قضيه المشطوبين للرجاله اللي فجروا القضيه ومازال يجروا على حقهم، ومازال الى يومنا لم ما تسواتش الوضعيه تاعهم، من بينهم انا والجماعه اللي راهي نادت للمؤتمر الوطني، وبفضل هذو الناس القضيه تمشي ما تموتش، واللي راهي يتبع في عيسى شامخ ابقى شوف هو يدير لايف وانت صفق له، هو يدير لايف وانت صفق له، هكذا هذ الناس اللي راهم انا راني مع المجموعه هذه اللي مامنه بحقها، انا انسان تخاوتنا تاع الجنوب، والناس نشكرهم اللي داروا الدعوه بارك الله فيهم، ونشكر الناس اللي لبات الدعوه، ان شاء الله الناس الغرب والوسط والشرق اللي لبوا الدعوه يا خويا جزاكم الله خير، يا خويا روحوا عندك حق تامن به اوقف عليه. انا واش خرج القرار، راني مساندو في هذا البث المباشر وراني على اتصال دائم معاهم، واش داروا رانا معاهم، يا اخي الفاضل يا عبد الرحيم هذا المؤتمر قلت في بداية البث، في بداية البث المؤتمر ينعقد يوم السبت، صافي غدا الجمعة يوم السبت على 9 تاع الصباح في ولاية تلقى طارق الداوي وياسين مهداوي فوضي الحنيش والطيب تاع ورقلة ومدي، تلقاوهم دايرين مناشير، جميع واحد يروح تلقى المبيت وتلقى الاستقبال، تلقاهم ثم يستناو فيكم، هكذا خويا كاين الناس لازم يتبلوكاو خاوتنا. وجميع واحد من ناس الوسط ولا ناس الغرب ولا ناس الشرق حب يروح وعنده الرقم تاعي وما عندوش الرقم تاع ياسين، عيط لي نعطي لك الرقم تاع ياسين، نعطي لك الرقم تاع الطيب، نعطي لك الرقم تاع مهداوي، راك فاهم. هذا الشيء اللي حبيت نقوله لكم، يا خويا تواصلوا معايا نعطيكم الارقام، تروح معزز مكرم. احنا القضيه بفضل الرجال ما تموتش، ما تموتش القضيه،
راح لي واحد مش عارف وقتها. بون خاوتنا الناس الوسط ولا اي واحد حب يمد اضافه يا خويا ماشي مشكله، نطلعوه باحترام خاوتنا، راني مع العائله وباحترام. هذا واش راح نقول. اللي حاب يطلع يمد اضافه يا خويا ما كان حتى مشكل خاوتنا، نطلعوه ولكن باحترام، راني مع العائله تاعي هنا والناس المتابعين كون محترمين فيه هنا في الكلام، بارك الله يستركم. راني مع بلش السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. احترام بكل احترام. لا راني مع العائله حكيم باش الانسان باش كي نطلعوه يوزن كلامه، برك هذا ما كان. يا خويا العزيز صباح حكيم. والله لا بس خويا حكيم. انتم لاباس، السلام عليكم خاوتي. والله الحمد لله يعني. والله حبيت نطلع معك باش نوجه رساله للمشطوبين، للرجال الشرفاء تاع المشطوبين. نقول لهم باللي المؤتمر هذا تاع اللي راح يندار في الجنوب عند رجال شرفاء اللي نعرفوهم مليح، رانا معاك قلبا وقالبا. وهذا المؤتمر برك من المنبر تاعك حبيت نقول لهم بلي مؤتمر تاع مشطوبين وفقط، اللي تسوى مبروك عليه وربي يهنيه وغير مرحب به، ونطلبوا منه انه يدعونا باش ننجحوا في ونوصلوا القضيه تاعنا باش نتسواو، وبارك الله فيهم. والناس والله يا خاوتي لو كان يكون ماذا بينا يكون في كتيف كبير في هذا المؤتمر باش نخرجوا بقرارات ولا نخرجوا بحاجه شابه اللي تفيد القضيه هذه، والخير يعم الجميع. ومن المنبر تاعك نعاود نقول فضيل حنيش مدي ياسين مهداوي الجماعه تاع الجنوب كاع طارق الداوي، نقول لهم بارك الله فيكم على هذه المبادره اللي درتوها، وراني متعشم فيها خير باذن الله. وعمري ما قلت على اجتماع، وعمري ما 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 ما, ما ساندت اجتماع مخلاف الخرجه كما ذي الخطره، راني مساند هذا المؤتمر لانه على بالي باللي صافي وافي وتاع قضيه وتاع تاع 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 مفيد، ماهوش تاع زردات ولا تاع كذا ولا تاع كذا. ولهذا نطلب الرجال كيفاش نقول لهم باللي احنا على مستوى الوسط رانا منظمين وواجدين ومسقمين والحمد لله، رانا منسقين، رانا بارك الله الحمد لله ناس الوسط دائما راهم في الصفوف الاولى يعني بالمبادره. باسم رجال الوسط شرفاء رجال الميدان اللي عرفتهم اللي عرفتهم قضيه المشطوبين، رانا مدعمين هذا المؤتمر قلبا وقالبا، رانا معاهم باذن الله نكونوا حاضرين، ونطلبوا من الجميع اي واحد يقدر يحضر ماذا به يحضر ويجي يقول رايه، واي مشطوب راه مرحب به، واي مشطوب ماذا بينا يكون حاضر، وان شاء الله بربي ان شاء الله بربي هذه هي الانطلاقه ان شاء الله بهذا المؤتمر للتسويه باذن الله. وماذا بهم الناس اللي راهي تخرط وتكذب وتهدر على ارساليات ولا على كذا ولا على كذا، يروحوا يشوفوا المناشير تاعي السابقه واش قلت، اللي يزيد يقول صوالح ماشي كاينين وراه يخرط، راني موجهه لهم ليهم من الحدود للحدود. وربي يوفق خاوتنا ان شاء الله ويوفقنا اجمعين. السلام عليكم جانيتو بكل احترام. جزاك الله خير، كاين الناس حبت تطلع، جزاك الله خير حكيم. ها خويا تهلا اخو ما سمعتكش حكيم. السلام عليكم يا خويا، شكرا جزاك الله خير خويا حكيم، الله يحفظك خويا، شكرا.
اللور الرجال راهم في الحبس، وعلى انت راك في الحرية ولا ها؟ قول لي هذا اللي قال لي الرجال راهم في الحبس، قول لي انت لا راك في الحرية يا اخي، راك يا اخي انت راك في الحبس. انا راني في الحبس قال انا في الحبس. ها غلى الاسعار، غلى كلش، الحقوق ما اديناهمش، وانت تقول لي راهم في الحبس، يا وقع انا في الحبس. ابعث شكون واسمه ابو جلال، عاود ابعث زهير، عاود ابعث او ابو جلال زهير، دوك نطلعك السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ابو جلال. يا خويا واش راك خويا جانيتو؟ الحمد لله ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس خويا جانيتو. بارك الله فيك على هذا البث المباشر. حكيم جماعه كامل بارك الله فيكم، خوتنا في الجنوب، خوتنا في 58 ولايه بارك الله فيكم. خويا حنا ماناش نتاع نفوت بروفيل، حنا نهضروا بوجوهنا. هاد الناس اللي راهي تعلق ماذا بكم تعرفوا كيفاش تعلقوا، تكونوا شويه باحترام. مادام ما كنتش كاشفين على الهويه نتاع الحساب نتاعكم، على الاقل قولوا بالتوفيق. اذا باغي تنتقد ولا روح دير فيسبوك اهضر بوجهك، ما ديرناش التصويره نتاع شجره وتجي تقول لنا شكون فلان وشكون فلان والمؤتمر وكذا. خويا حنا رانا مع المؤتمر باذن الله تعالى، اللي يقدر يلحق، اللي ما قدرش يعاوننا بالدعاء، راهم جايين من الغرب، من الوسط، من الجنوب، من الشرق. باذن الله تعالى السلطات الامنيه، الجميع يعلم اننا من اجل قضيه لا غير. خويا الجزائر هذه ما عطاتناش حقنا، ما عطاتناش الكرامه، ما عطاوناش بلاصتنا في هذا المجتمع. راحوا شافوا كامل فئات المجتمع، الا فئه المحاربين، الا فئه مفصولي الجيش الوطني الشعبي. حنا نطلبوا الاولويه، حنا نطلبوا التسويه والمرور الى الامتيازات. هذه التسويه راهي ما تجيش بالرقد، وحسبنا الله ونعم الوكيل في جميع من عرقل هذه القضيه وفي جميع من طعن فينا. المهمه جانيتو خويا هذا المؤتمر راح يكون فيه الخير، وباذن الله راح ندافعوا على القضيه نتاعنا، وراح نديروا بيان ونهضروا مع الدوله اداريا باش كي نخرجوا للميدان. الرئيس هو اللي قال كان واحد ذكرني خويا، انا واحد لا يضمنني غدوه نموت ولادي شكون اللي سواهم؟ يا سبحان الله العظيم، ما زالت الناس برك اسمح لي يعطيني كلمه برك. شوف ابو جلال باش ما نطولوش بدون اطاله، اسمع واحد هنا مشطوب واش قال لك. هذا عبد الغاني بن عده قال لك انا مشطوب، واليوم الشرطه حجزت طاوله والسلعه اللي نسترزق منها. هذا مشطوب ما لقاش منين يقوت ولاده، دار طابله راح يسترزق، قال لك هاو مليكس يزولوا الطابله تاعو، حسبي الله ونعم الوكيل. واش نقولوا احنا؟ احنا واش نقولوا؟ شوف احنا في هذا الامر ما كان حتى مشكل، يعني تلقى صراعات، تلقى مشاكل، باسكو علاه هذا مشطوب؟ ماهوش مكتوب في صدره مشطوب ولا في راسه مشطوب ولا تعرفوا باللي مشطوب ولا ماهوش مشطوب ولا المهم فاهمني، ولكنه كمواطن جزائري ودافع على هذا الوطن. مالا بو جلال كاين ناس حبت تطلع بالاضافه، احنا ما شغل زوج كلمات خفيفه ظريف تدعيم للمؤتمر واش خرجوا وخلوا الناس باش نزيدوا نطلعوا. انا درك بعد نقول كلمه ونعطيك. تفضل. راني نشوف في خوتنا يكومونتيو، يقول لك لكان المؤتمر مع الميدان، احنا رانا معاه يا خويا، احنا رانا مع الميدان اخويا، احنا رانا مع الميدان باذن الله تعالى. واش راح نقول لكم اجريتو؟ خليها ان شاء الله كيوصل الوقت ونهضروا في المؤتمر، وبربي يجيب الخير. وشكرا للجميع والمجهودات هذه، الناس راهي تعبت وبارك الله فيكم، وانا ساكتين ورانا تحضرنا ومازلنا محضورين. وصبحوا بخير اخوتي، واللي بغى يطلع من الاضافه او معكم جانيتو صبحوا خير اخوتي. السلام عليكم. يعطيك الصحه ابو جلال، الله يحفظك خويا العزيز. صحيح. المهم خاوتنا نقولها ونعاودها ونكررها، اللي امن بحقه ما راهش مرتبط بالاشخاص، انت يا تربط حقك في راسك
اذا راك مامن به وقف عليه، ما راكش مامن به انساه يا خويا، خلي الناس تخدم، خلي الناس تخدم، هذه الناس كافحت، الناس كانت